بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم 1981 فول اثنان. طبعا في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيف بإمكانك استغلال يعني السماعات عندما يعني تتعطل. فشاهدت صراحة إحدى الفيديوهات هذه الأيام، يعني قبل يوما على ما أعتقد، على الفيسبوك لأحد الأصدقاء، استغل يعني السماعات يعني في توظيفها للسماع يعني الراديو على هاتفك عندما تتعطل. فأكيد يعني يجب عليك فقط أن تقوم بقطع الجزء الموجود هنا أحبابي في الله، رأس يعني السماعة الذي نقوم بإدخاله في الهاتف عندما تتعطل بطبيعة الحال. فنعرف يعني أن يعني الراديو على الهاتف فلا يمكن يعني تشغيله والاستماع اليه الا اذا ربطنا يعني الهاتف بالسماعه، بالتالي يمكنك استغلال يعني هذه القطعه احبابي في الله. فكما سوف تشاهدون لدي الحين يعني الهاتف كما تشاهدون، وسوف اقوم يعني بادخال يعني اولا تشغيل الراديو، فسوف اقوم بتشغيله من هنا عليين. سوف اقوم بتشغيل الراديو ويطلب مني ادخال يعني كما تشاهدون السماعات، بالتالي بدون يعني السماعات فلن اقوم بتشغيله يعني كما تشاهدون لا يظهر يعني باللون الاخضر. بالتالي الحين سوف اقوم بربط يعني السماعه كما تشاهدون واقوم بتشغيل الراديو. عندما سوف اقوم بتشغيل الراديو احبابي في الله سوف تشاهد منه يشتغل يعني من مصدر الصوت الخاص بالهاتف. فلاحظوا معي، سوف اقوم بالضغط على هذه الايقونه الموجوده هنا حتى تتحول إلى اللون الأخضر كما تشاهدون. تسمعون كما تشاهدون، فيشتغل الراديو فقط يعني من صوت السماعة الخاصة بالهاتف وليس السماعة أحباب في الله التي قمنا بقطع عليها يعني الـ كما ذكرت قطع عليها هذا الرأس. فهذه طريقة جميلة جدا لاستغلال يعني السماعات على الهاتف أحبابي في الله. فعندما سوف أقوم بقطع بزلتها كما تشاهدون، خلاص يعني انتهى كل شيء، يعني عاد الراديو كما تشاهدون يعني العلامة غير موجودة يعني باللون الأخضر، هذا يعني بأن الراديو لا يشتغل يعني. وإذا حاولت يعني أن أشغله مرة أخرى فلن تتحول إلى اللون الأخضر إلا إذا قمت بربط يعني القطعة التي قمنا بوضعها. فهذه طريقة جميلة جدا لاستغلال يعني السماعات على هاتفك عندما يعني تتلف يعني السماعات فلا حاجة يعني رميها في القمامة، فيمكنك استغلالها بهذه الطريقة للاستماع إلى الراديو على هاتفك أحبابي في الله. أتمنى الدرس قد أفادكم، إذا عجبتك هذه الطريقة لا تنسى الضغط على اللايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك حتى يستفيد الجميع، والاشتراك في قناتي حتى يصلكم دائما جديد الفيديوهات، ولا تنسوا زيارتنا دائما على موقعنا www.tegla5.com، واليوم على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/1981 في أمان الله.